بلا طول سيري مستمر معكم بعد الإعلان. للمشاركة في الحلقة مباشرة على الهواء 01-48-48-80. تركنا كارلوس وآيا جوا، عندي اتصال من الصديقة بونيتا سعادة. مساء الخير بونيتا. خير، كيفك؟ تعال انت. انا ماشي الحال. منطرينك صار لهم زمان شكلهم. سوري. انا منيحة، حبيت تلفين لأحكي شوي عن ميزة عنده إياها كارلوس وقليل من الناس اللي ما بيعرفوها. كارلوس بقلد، بس بعرف هلا ما رح يقلد، شخص ولا أهضم من هيك، ومن أجمل القعدات اللي ممكن تقعدها مع فنان هي كارلوس. كان لازم نجيبه لغرفة العمليات، بس هلا معجوق بآية جوا، يعني ما رح نقدر. أنا ما عرفت، ما رح نقدر نوصل له، وينه أحنا جوا. بس كيف كانت الحلقة؟ كيف كانت الحلقة؟ الحلقة أكيد حلوة، وأنا على طول بتابعك، وثاقبت كمان كنت عم تابع وعرفت من كارلوس إنه طالع، حبيت سلم عليكم. وكارلوس الدليل النجاح اللي بيلبسه اللي بيلمسه الفنان، صدقني مش بكثرة اللايكس أو الفولورز، كارلوس ما في محل بيظهر بنوجد برا بلبنان أو بالخارج، محبة الناس ما فيني خبرك. شكرا، شكرا لك بونيتا. حسن شو حبيت؟ رح تكون معنا جمعة، رح تشتغل؟ طبعا اكيد. اوكي، شو شباب؟ حلوه كانت، منيحه اول حلقه، يعني مبروك العوده. او مبروك العوده، مع انه نحن تاخرنا ربع ساعه، يعني ما بعرف اذا في يزيد. في يزيد او لا؟ ناخذهم المره الجايه. شو في يزيد؟ او بما انك انت البروديوسر بعد بتحمل. عم تغمزني، بس انا بتحمل، بس انه هيك. الى اللقاء، بنشوفكم الاسبوع المقبل.